مرحبا جميع المشاهدين في كل مكان، معكم جوتي في فلوج جديد. هذه المره غادي نديروا فلوج في زاويه إيتران. خليكم مع التفاصيل. بعد ما لاحظتوا الطريق ديال زاويه افران، كما تلاحظوا بان زاويه افران بعيده على مدينه ازرو تقريبا بشي 38 كيلومتر ولا اي 38 كيلومتر 36 كيلومتر. تنتواجدوا الان في زاويه افران. هذه المنطقه هذه سياحيه بامتياز، تيجوا ليها بزاف ديال الناس يسرحوا فيها. فيها واحد الشلال اللي هو رائع، الماء ديالها نقص بزاف كما تلاحظوا مورايا. الشلال كان واحد الشلال اللي هو كثيف بزاف، ما نقدرش تجلس في البلاصه هذه لانني عملت واحد الروبيات كان فيها الماء بزاف. دابا الماء قلال، حتى السياحه ما بقاش فيها بزاف، ولكن فيها واحد الهواء رائع جدا نقي بزاف بزاف بزاف. اللي بغى يتشولاجا، اللي بغى يديفولا، اللي بغى يبدل الجو يجي. نخليكم مع زاويه إيتران، نوريكم شي مناطق زوينه زوينه ونتلاقى. الله الله
أي حلبة تنطيب الغريبة. يس 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 دونك هذا هو انايا ديال الفيديو. درنا انا وصحابي واحد الجلسه ليا بزاف، درنا فيها الشوايه، جلسنا صورنا، بدلنا الجو. مهم اللي ما جاش لزاوية فران تنصحكم بانكم تجيو ليها، تجربوا انكم تجيو لها زاوية فران، تجربوا انكم تعيشوا فيها واحد اللحظات اللي هي زوينه زوينه بزاف، غادي تعجبكم بزاف. الى عجبكم الفيديو ضغطوا على زر لايك، الى ما عجبكمش ديس لايك، وتابعوني على قناتي تواتي فون. نشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله.